مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره ثانيه. بنعود معكم ولقائنا الرئيسي اليوم، وحديثنا كما نوهنا في البدايه والحديث حول العلاقات يمكن الاجتماعيه بين الافراد، افراد المجتمع بينهم وبين بعض. عندما تتسم هذه العلاقات بالايجابيه بالجانب الذي يدعو الى التفاؤل، الى العمل، الى الدعم النفسي لدى الافراد، دعمهم بعضهم لبعض، كل هذه الامور هي امور هامه جدا، لانها بتساعد على بناء مجتمع صحيح تقدر تبني عليه أفكار ممكن تبني البلد فيما بعد. بنتكلم عن يوم اللطف، يمكن احنا هنا في البداية واليوم العالمي للطف، ليس هناك حدث بعينه بيقول ان العالم يحتفل بهذا اليوم، ولكن هو دعوة لكي نكون لطفاء في التعامل مع بعض، يكون في رحمة، لطف جانب أو نوع من أنواع الرحمة في التعامل. هنتكلم عن هذا الموضوع الهام من البعد النفسي لكي نكون إيجابيا في التعامل به من خلال لقائنا مع دكتورة نورهان النجار، أخصائي إرشاد نفسي وأسري. دكتورة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. صباح الخير وكل سنة طيبة بمناسبة يوم اللطف العالمي. حضرتك طيب يا رب، دايما لطاف مع بعض كده يا رب. يعني احنا يعني بنطلقه يعني لما بنقوله بنضحك، هل بنضحك لان ده الهدف ان احنا نكون لطاف، ولا ان هو حاجه اصبحت مش كتيره في مجتمعنا دلوقتي؟ برافو، حلو السؤال جدا. هو يعني هو اصلا المفروض يكون اسلوب حياه، لان اللطف ده في الدين، يعني احنا المفروض الدين بيقولنا ان احنا نتعامل مع بعض بلطف. فنعمل اعمال صالحه، الاعمال الصالحه دي شيء من اللطف اصلا. فكويس، يمكن مقصود بيها انها دعوه ان احنا نفتكر الموضوع ده. وده فعلا لانه الفتره دي في مجتمعنا نادر. الى جانب كمان ان احنا ما احوجنا هذه الفتره للطف. اللطف ده فيما معناه ايه؟ يعني خلينا اقول لك يعني ايه اصلا لطف. في اللغه العربيه هو خفاء المسلك ودقه المذهب. يعني ايه الكلام ده؟ مش تقيل ولا حاجه، بمعنى ان ممكن تلاقي مثلا انت في قدر ما، بس ربنا في رحمه ما انت اللي شايفها اكتر من اللي حواليك، والرحمه دي ليها تارجت محدد بتوصل له، ان انت تحسك مش لوحدك. فده المقصود بمعنى اللطف. واسم من اسماء الله الحسنى طبعا، يعني ما هو ما هي في اللغه العربيه اصلا ده معناها، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه اللطيف، مفيش حد لطيف اكتر من ربنا. فلما نيجي نطبق ده على حياتنا، هو اللطف معناه ايه؟ افعال ودوده بسيطه ولكن تاثيرها كبير جدا. يعني على سبيل المثال، انا عندي ما عندي مشاكل، اي هموم ايا كان، فخارجه زعلانه ومتضايقه، قابلت حد الصبح فتح لي باب الاستوديو ابتسم في وشي، سبحان الله، فعلا لطيف بسيط جدا، بس على فكره بيأثر في النفسيه. حد قال لي كلمه حلوه، حاجه كويسه، وانا ماشيه الصبح ايه الشياكه دي، ايه مش عارف ايه، صباحك زي الفل، اي كلمه كويسه سبحان الله، رغم ان هي تحس انها افعال بسيطه خالص، بس بتفضل اثرها بداخلك، ممكن في بعض الناس اليوم كله. فهو ده اللطف، حاجات بسيطه خالص رفيعه، ولكن هي ليها تاثير جسيم يعني على مدى. بس في تصرفات بتكون مضاده، يعني انا مثلا تعرضت لهذا الموضوع، انا اعتبرته نوع من انواع التنمر. يعني انا طبيعي ان انا وشي لحد ما بيكون مبتسم، يعني دي طبيعه. فده نوع من انواع اللطف، ربنا بيديها. طبعا. فلقيت حد قدامي بيقول لي هو انت ليه وشك على طول بيضحك كده؟ فده فواضح ان وشي اللي بيضحك استفزه. ده بقى جانب نفسي عنده هو. ايوه الله ينور عليك. يعني دي فروق فرديه. ايوه دي مشكله تخصه. الصح اصلا، ده انا لسه هقول دلوقتي، ان عشان تبقى لطيف، عشان تبقى محبوب من الناس وتكسب الناس، انك اصلا تكون بشوش. يعني انا مش بقول انك طول النهار قاعد بتضحك، بس لازم يكون في ابتسامه. يعني على يعني باينه على الوش، اللي هو متجاهل. حد يسلم على حد، بيطلب مني حاجه، فابتسامه لطيفه. يعني دي مش ايه المشكله فيها، بالعكس ده بتدي هيبه، بتدي جمال، وربنا يحب كده. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اصلا بشوش. فانت المفروض تتخلق بالاخلاق دي، فانت اللي بيقول لك كده دي مشكلته. او فاهم قوه الشخصيه غلط. في ناس فاهمه ان من قوه الشخصيه ان انا اكون شخص متجاهم، كشري، اللي هو متجاهم، عبوس، اللي هو انا مفيش حاجه طالعه مني الضحكه دي يا بالقطاره. لا، دي مش قوه شخصيه، انت فاهم غلط. يعني اللطف ما وجد في شيء الا زانه ومنوزع من شيء. الشخص اللطيف في مجتمعنا حاليا شخص ضعيف الشخصيه. بص، انا عايز اقول لك على حاجه تخص الجزئيه دي. عندنا كده اربع محاور فيهم مشاكل. يعني في شعره كده حد فاصل رفيع جدا بين اللطف وبين السلبيه وبين الحزم وبين القسوه.
الاربع الاركان دي الناس اصلا بتخش فيها تداخل. فتشوف مثلا الحد الحازم قاسي، والناس تقول القاسي الشخص القاسي لا ده عنده حزم، لازم نفرق بين كل حاجه واللي جنبها. يعني اللطف والسلبيه في بينهم حد فاصل. اللطف بمعنى انت تكون شخص لطيف كويس وايجابي مع الناس وظريف كده وتمام، بس اللطف ده ما يخش خالص في حته ان انا اتهزق او اتشتم او اتهان وابقى انا قاعده ساكته وبضحك. تمام، اللي طبعا ليها استراتيجي كتيره، فيها كذا استراتيجيه للرد. يعني في احيانا من الرد اصلا انك تضحك او تسكت عشان قدامك هو عايزك اصلا تتعصب وتجيب اخرك. تمام، لكن ده مش في كل الاوقات. يعني لازم افهم ان بالفرق بين ان انا دلوقتي اكون لطيفه حتى اوقات كلمه مش على مزاجي اعديها، وبين ان لو انا سكت دي انا بتقبل الاهانه بقبلها، فدي في فرق. طب دي ازاي ان انا افرق؟ لازم يكون عندي وعي اصلا انا موقعي من الاعراب. مش فكره ثقافه شخصيه، يعني عندي وعي بموقعي من الاعراب ايه. يعني انا دلوقتي امتى اقول على نفسي لطيفه ان انا كده شخص لطيف وبتعامل بلطف، وامتى اقول لا ده انا كده سلبيه. لما يكون حد بياخد حقي، حد بياخد حق له يعني، وانا بتضحك اصل انا لطيفه مثلا، حقي ده هيرجع كده كده يعني. لا هي الفكره في ايه، ان في ناس لا، في ناس شخصيتها للاسف مش سويه. انت لو سكت لا ده خلاص كده رضيت. فانت لازم يكون لك موقف، ده الحزم بقى. وهذا هو الحزم. انما الحزم برضو في بينه حد فاصل بينه وبين القسوه. لان الشخص القاسي اللي هو لا هو مش بياخد شجار، بياخد حقه، بياخد حقه يعني بعنف وبقوه واحيانا اكتر من حقه. ومن ضمن الناس اللي فاهمه ان الحزم اسوء، اللي هي فاهمه الاسوء حزم بحته ان انا ابقى متجهمه طول الوقت وعبوسه ومكشره، وشايفين دي قوه شخصيه وان في العمل لازم اكون بالطريقه دي طول الوقت. لا خالص، دي ده اسوء، دي اسوء، خش في الاسوء. الحزم ان انا لطيف وبشوش وكل حاجه، ولكن عارف حقوقي وواجباتي وبديها للناس وباخدها. لا ضرر ولا ضرار، يعني حقي وحقك بمنتهى اللطف واللباقه، انا ولا هتعدى في كلامي ولا اي حاجه خالص. ولكن كل واحد عارف حقه، ده الحزم. طب في حكمه بتقول وما نيل المطالب بالتمني بل تؤخذ الدنيا غلابه. غلابه دي تفسيرها بقى عند الناس دلوقتي يعني بالدراع. لا. لا يعني دي برضو عايزين نوضحها للناس علشان يفهموا ان لا الدنيا مش كده. لا هو مش المقصود في المقوله دي ان انا باخدها بالدراع، او حتى لو بتقال بالدراع مش معناها ان انا باخدها عنف واخد حاجه واجور على ناس. ايوه لا، واني اكون مثابره عندي اصرار، لان طبيعي اي حد بيحلم باي حاجه يوصل لها هتلاقي كده انه لازم يكون في مشاكل ومطبات. لو انا شخصيه منهزمه وضعيفه اللي هي عكس غلابا اللي في المقوله، يبقى خلاص لا ربنا عايز كده بقى، دي سلبيه. اللي بقوله ده سلبي، اللي هو انا قاعد بقى واللي يحصل يحصل، مستني بقى الباراشوت بتاع السعاده ينزل فوقي. لا ده الكلام ده مش حقيقي. غلابه يقصد بقى اصرار وتحدي ان انا استحق المكانه الفلانيه، فانا هحط لها خطه وهمشي فيها، ولو باظت احط شوف خطط بديله. دي اسمها مرونه اصلا. يعني الغلابه دي مقصود بيها في الجمله المرونه والمثابره، مش مقصود بها خالص انه لا بالدراع واجي على اللي حواليا. لا يعني انت حر ما لم تضر، ما تضرش حد، اوصل اللي انت عايزه من غير ضرر. في علاقه ما بين الرضا واللطف؟ طبعا في. بص اقول لك على حاجه، الشخص اللي عنده رضا ولطف ده شخص بيستمتع بالصحه النفسيه. لا ينفك اللطف والرضا عن الصحه النفسيه. الصحه النفسيه اصلا تعريفها ايه؟ تعريفات كتير طبعا، نظام الصحه العالميه وغيره، ولكن في تعريف بيقول ان هي حاله ايجابيه دائمه نسبيا. ايه حاجه غريبه، ايه اللي بقوله ده؟ بصرف النظر عن شرح ده عشان دخلنا في حلقه ثانيه، بس هي الركن، بص على الجمله، ركن فيها عمود اساسي الايجابيه. ما معنى ان تكون ايجابي؟ الايجابي شخص لطيف مع نفسه قبل الاخرين. يعني ايه لطيف؟ يعني بعرف اسامح نفسي، بعرف اوجد لنفسي اعذار، مش بمعنى انها تخليني لا اغلط اكتر، لا اقعد اقول اسامح ان انا غلطت في الموقف الفلاني، فمعلش انا بشر هتعلم ومش هكرر ده تاني وهحاول اصلح ده بكذا وكذا وكذا. الشخص اللطيف مع نفسه انسان راضي وبيعرف ما دام هو جواه اللطف مع نفسه متصالح مع نفسه، بالتالي بعلاقاته مع الاخرين كويسه. مفيش بني ادم في على وجه الارض علاقاته بالناس كويسه وطيبه الا وهو مع نفسه اصلا متصالح. تمام، مش ممكن يكون حد لطيف مع ناس وناس بتحبه وهو اصلا من جواه اللي هو لا مش في سواد وفي مش ممثل عالمي بقى، مش ممكن. لا 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 بالظبط. هيتعب. اللي بيعمل حاجه عكس اللي جواه حتى لو ادادها فتره طويله، لا هيجي في مرحله خلاص هيتعب جدا جدا، يجي له مرض كده حاضر يعني وهو قاعد. فطبعا لا، لازم يكون في تماشي بين اللي جوايا وبين اللي بره. طب انت حضرتك اتكلمتي في موضوع الصحه النفسيه،
ازاي نتكلم على صحة نفسية في ظل ضغوط مستعرة بتتعرض ليها او الانسان بيتعرض لها، ضغوط اجتماعية، ضغوط مادية، انت عارفة يعني الضغوط دي، ازاي ابقى متوازن نفسيا في ظل هذه الضغوط؟ والله سؤال جميل. مش الصحة النفسية فيها كده خطأ شائع في فهمها، ان معناه ان انا طول الوقت انا مبسوط وفرحان وطاير والدنيا بنك ولا وفي على طول في امل وعلى طول، هو طبعا في امل اكيد، بس هو بيبقى يعني الفكرة المأخوذة عنها ان دول ناس في فراشات دايما طايرة حواليهم، اللي هو النرجسيين بقى. لا 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 يعني مش بيتكلم عن النرجسية، لا هم ناس فاهمة ان حد بس انت بصحة نفسية ان هو على طول فرحان، ده مش حقيقي خالص. في فرق بين المود والصحة النفسية. الصحة النفسية دي حالة عامة، المود ده موقف دلوقتي. أنا دلوقتي في مشاكل حاصلة في الأحداث في العالم، طبيعي تضايق أي حد ما يتضايقش، ده مش طبيعي أصلا، تمام؟ فالمودي مش مظبوط ونفسيتي تعبانة، أنا لو ما حسيتش بحساس دي أنا مش بني آدم طبيعي على فكرة، ما استمتعش بالصحة النفسية، يبقى كده أنا ما عنديش صحة نفسية. بالظبط، أنا مفصول عن الواقع. أيوة بالظبط، مفصول عن الواقع. صحة نفسية لا، هي حالة قلت حالة إيجابية دائما نسبيا. يعني أنا بصفة عامة إنسان إيجابي، تمام؟ يعني إيه إيجابي؟ إيجابي مش طول الوقت هو فرحان، بس طول الوقت بيعرف يشوف مميزات المشكلة اللي حصلت. في حرب مش عارف إيه، في مشكلة مش عارف فين، إيه المميزات برغم الحزن؟ إيه المميزات اللي في الأزمة دي؟ ده الشخص اللي بيستمتع بالصحة النفسية، اللي هو عنده توافق شخصي، عنده توافق اجتماعي. قلب الصحة النفسية حاجة اسمها التوافق النفسي، إن أنا قادرة أحقق متطلباتي بما يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع. يعني الناس عندها مشاكل في الصحة النفسية هي دي، اللي ما عندهاش توافق نفسي، اللي أنا عندي حاجات نفسي أحققها بس المجتمع مش راضي عنها. وعلى فكرة مش شرط تكون حاجة حرام، حاجة كويسة. يعني مثلا على سبيل المثال، حد جوازه اتأخر، مش لاقي الشخص المناسب، فأنا مش عايزة ألبس نفسي بجوازة أنا مش ما يعني مش هتنفعني، بس المجتمع بيقول إن سني لازم أتجوز دلوقتي، فيحصل هنا صراع. تمام، ده الصراع اللي هو بقى عكس التوافق النفسي. الشخص القوي هو اللي لا يدرك انه حتى لو المجتمع مش عاجبه، بس انا مش على حساب صحتي. تمام، فدي محتاجه وعي ومحتاجه حد قوي، محتاجه حد فاهم كويس قوي هو مين وهو جاي بيعمل ايه هنا في الدنيا، يكون فاهم انه لا انا سعادتي نابعه من داخلي مش من الاحداث اللي بره. حتى الاحداث اللي بره فيها مشاكل زي دلوقتي، فانا هتعاطف واحاول اعمل الدور اللي عليا. يعني اكتر حاجه ترضي بني ادم عن نفسه على فكره انه يعمل اللي عليه. انا ايه اللي في ايدي دلوقتي؟ 1 2 3، اقدر اعمل اكتر من كده؟ ما اقدرش، يبقى ما تلومش نفسك. تمام، عشان تفك الصراع اللي جواك، لان اصلا سبب اعتلال الصحه النفسيه وان بيحصل فيها مشاكل ان في صراعات انا مش عارف حلها، مش عارف ان انا اندمج مع المجتمع بس انا زعلان، طب انا احلها ازاي دي؟ ده صراع. لا، حلو انك تفهم الدنيا تمشي، لكن اعمل اللي عليك وتعاطف، ما تنساش ايه اللي مطلوب منك بالظبط في الفتره دي. فدي يعني ايه، دي عمدان الصحه النفسيه على فكره، ان يكون عن توافق النفسي، انت يكون شخص بتعرف تعدي مطبات الحياه، بتعرف تعدي المشاكل، فاهم نفسك كويس. عشان لو مش فاهم نفسك انت كده يعني ورقه بيضه وناس عماله ترسم فيها. اللي ماشي بقى لا حط لون احمر، لا حط لون ازرق، حط انت عملت تلون. طبعا طبعا طبعا. الشخص اللي عنده صحه نفسيه راضي ايجابي، مش معناه برضو نفسي افهم الناس ان صحه نفسيه مش معناه ان طول الوقت مبسوط وفرحان وما عنديش رد فعل في مثلا حزن، لا طبعا هو بيحس بكل الحاجات دي، ولكن هو بيعرف يوجهها صح، وبيعرف امتى يطلع ده وامتى ما يطلعش ده. ده يعني باختصار شديد. طب ده ليه علاقه بالاسره، ليه علاقه بالتنشئه، ليه علاقه ب طبعا. بص اقول لك على حاجه، في جزء جيني طبعا، وفي جزء لا ده مكتسب او من البيئه. البيئه لها دور كبير. ممكن يكون في حد على فكره كويس جدا، بس بيئته كل اي حاجه بيعملها بتنزل فيه. فانا مهم قوي قوي ان الوعي ده اشكله في رايحين يتجوزوا، او اللي اتجوزوا ولسه في البدايه يفهموا ان الكلام اللي بيتقال لاولادهم بيأثر فيهم جدا. انا نفسي فاكره وانا صغيره اللي كان بيتقال لي، الاشاده اللي كانت بتجي لي في حاجه معينه لسه فاكراها. مدرسين فاكرهم قالوا لي كلمه كويسه، هم نسيوا، انا فاكره وفاكره مين اللي قال لي كلمه مش كويسه. دي التأثيرات بتاعت التنشئه بقى. طبعا طبعا. الوقت جري بسرعه، واللي اكيد هيكون لنا لقاءات اخرى قادمه يعني نتكلم في موضوعات مشابهه. شكرا جدا على هذا اللقاء الجميل دكتوره نورهان النجار، اخصائيه الارشاد النفسي والاسري، نورتينا وان شاء الله نسعد بيكي دائما. يعني مشاهدينا في كل مكان، سعدنا بوجودنا معاكم النهارده، فعلى وعد دائم بلقاءات اخرى قادمه. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد. صباح عليكم.